بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: قول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، هل هذا القول في الأذان الأول أم في الثاني مع التوضيح في الأدلة مأجورين؟ الأفضل في الأذان الأخير الذي عند طلوع الفجر، لأن مراد الصلاة هنا الفريضة وهي تجب عند طلوع الفجر، فالأولى يكون في الأذان الأخير. وما يدل على هذا أن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء في أذان الفجر وكان يقول فيه الصلاة خير من النوم، إذا سمع ذلك صلى ركعتين الفجر ثم خرج يصلي بالناس، فدل على أن هذا القول يقال في الصلاة في الأذان الأخير الذي بعد طلوع الفجر، ولأن هذا هو الأسهل، لأن مراد الصلاة فريضة، أما صلاة الليل قد يكون النوم خيرا منها إذا كان يشق عليه قيام في شيئين في الليل حتى يستطيع يصلي الفريضة. فالمقصود أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأخير الذي يؤتى به بعد طلوع الفجر، هذا هو الأولى وهذا هو الأرجح. جزاكم الله خيرا. ابن باز رحمه الله.